وتحياتي مشاهدينا، ونبدأ معكم النشرة الرياضية مع بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر. تقام حاليا مباراة منتخب مصر ومنتخب جنوب أفريقيا في الدورة 16 لكأس الأمم الأفريقية والمقامة على استاد القاهرة. هذا وقد وجه الرئيس السيسي الدعوة لأسر الشهداء لحضور هذه المباراة ولرصد أجواء هذه المباراة. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا مراسلي إكسترا نيوز، ونبدأ به أرحب بزميلي إبراهيم عزت من استاد القاهرة، وزميلي محمد بهاء مركز شباب الجزيرة متواجد فيه، وأيضا زميلي أحمد رجب من المركز الأولمبي بالمعادي، وأيضا زميلي أحمد عبد الرازق من وسط القاهرة، وزميلي أحمد الأفيوني من صعيد مصر وتحديدا من محافظة سوهاج. نبدأ بزميلي إبراهيم عزت. إبراهيم، إليك الكلمة. أي مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا الكرام، هنا من محيط استاد القاهرة دقائق قليلة ويعني يختتم الشوط الأول لهذه المباراة مع المنتخب الوطني بالطبع ونظيره الجنوب أفريقي. دعيني أصف لك الصورة الآن بداية من خارج الاستاد. آية، بحلول 8 مساء أغلق الاستاد الأبواب التي أتيحت للجمهور للدخول بداية من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 8، وبعد ذلك بعد هذا الموعد تم غلق البوابات عموما وانطلقت المباراة بالطبع في تمام 9 مساء. المختلف أو الجديد في هذه المباراة من ضمن الفعاليات الكثيرة التي انطلقت في القاهرة الشهر الماضي ضمن هذه البطولة كان 2019، هي دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من أسر الشهداء في لافتة إنسانية، يعني جاء إلى هنا تلبية لهذه الدعوة عدد من هؤلاء الأهالي، وتم تخصيص بوابة مخصصة ومكان أيضا داخل الاستاد يليق بهؤلاء الأهالي لمتابعة الأجواء المنتخب في هذه المباراة. أيضا الأباء الجائلين، ويمكن الصورة الآن بترصد عدد من بائع الأعلام وكذلك عدد من الأطفال بيريدوا رسم الأعلام على وجوههم، وأيضا عدد من الصيحات من المشجعين الذين دخلوا إلى هذا الاستاد بداية في المواعيد المحددة. أما عن إجراءات الدخول ومرارا وتكرارا كما ذكرتها شركة تذكرتي في وقت سابق، وهو لابد من ربط بطاقة المشجع ما تعرف بالفان اي دي مع تذكرة المباراة، وتحديدا هنا أتحدث إلى حضراتكم من البوابة المطلة على شارع صلاح سالم والمخصصة لجمهور الثالثة شمال في هذه المباراة. أداء يعني المنتخب بصورة عامة، كنت أتابع منذ قليل أجواء الشوط الأول، هناك يعني ارتياحية من قبل الجمهور ويرى أنه يلعب بصورة مختلفة بعض الشيء عن المباريات الماضية التي تابعناها في هذه البطولة. ربما هذه هي كل التفاصيل هنا من منطقة مدينة نصر وتحديدا من محيط استاد القاهرة. الآن الكلمة تعود مرة أخرى إلى زميلتي آية عبد الرحمن بالاستوديو. زميلي إبراهيم عزت حدثتنا من أمام استاد القاهرة، أنا بشكرك إبراهيم، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل الخاصة بأجواء المباراة في المكان الذي حدثتنا فيه من أمام استاد القاهرة. ونذهب من استاد القاهرة مشاهدينا الكرام إلى وسط القاهرة مع زميلي أحمد عبد الرازق. يا أحمد، تحياتي لك، وصف لنا أجواء المباراة لديك. تحياتي لك آية. بالفعل مصر بتلعب حلو، هذا هو لسان حال الجماهير المصرية التي احتشدت على مقاهي العاصمة لتتابع مباراة مصر ومنتخب جنوب أفريقيا. ربما كان أباعة الأعلام هم الأكثر أو اللون الأكثر بروزا في هذا المشهد، منتشرون في العديد من شوارع العاصمة. المقاهي كما تظهر الصورة من خلفي محتشدة بالفعل بكثير من المشاهدين الحريصين على متابعة هذه المباراة. من جانبهم أصحاب المقاهي يدعمون الأماكن بعدد
أكثر من المقاعد وعدد أكثر من الشاشات، ربما أيضا أضيفت شاشات عملاقة التي تظهر من خلفي من أجل المتابعة الجيدة، ويعني تتعالى صيحات الجماهير مع كل تحرك من تحركات المنتخب الوطني. وكما ذكرت أنهم يرون أن المنتخب الوطني يلعب اليوم ببطولة وبشجاعة، ويعني ربما الشناوي كان الأوفر حظا من تصفيق الجماهير في هذا المقهى الذي أقف فيه الآن. يعني حتى الآن الكل يعول على أداء المنتخب الوطني الجيد منذ الدقيقة الأولى ويتمنون الفوز، يستبشرون أيضا بوجود أسر الشهداء في المقصورة الذين يعني أتوا تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نتمنى أن تنتهي المباراة بفوز المنتخب المصري. لازلت أتابع حتى نهاية المباراة، يعني هذا هو جزء من المشهد الذي يكمله زملائي في أماكن التشجيع المختلفة. أعود إليك مرة أخرى آية. يعني نتمنى ذلك زميلي أحمد، فوز منتخبنا المصري بإذن الله في لقائه مع نظيره الجنوب أفريقي، والذي يعني نتابع في هذا التوقيت سير المباراة في الشوط الأول. زميلي أحمد عبد الرازق حدثتنا من وسط القاهرة، أنا بشكرك شكرا جزيلا. ونذهب إلى المعادي مع زميلي أحمد رجب، وتحديدا يحدثنا من المركز الأولمبي. يا أحمد تحياتي لك، وصف لنا الأجواء لديك. وهذه محاولة ترجع آية، لك تحياتي وللسادة المشاهدين. بالتأكيد مباراة ولا أروع بالنسبة للمنتخب المصري، هناك رضا كامل من الجمهور المشاهدين هنا في المركز الأولمبي في المعادي، حيث هناك يعني استطاع زميلي أن أرصد لكم الصورة. هؤلاء الجمهور الجالسون ينظرون ويشاهدون المباراة، مباراة المنتخب الوطني المصري مع المنتخب الجنوب إفريقي، المباراة التي يعني الجميع قد رضي عنها حتى اللحظة. وكما ذكر زميلي أحمد عبد رازق، فإن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري قد لاقى العديد والكثير من تحيات المشاهدين حتى هذه اللحظة. أذكر لك أن ذلك المركز الأولمبي بالمعادي كان مكانا لتدريب ثلاث منتخبات وطنية في كأس الأمم الأفريقية، بروندي وأوغندا وزيمبابوي. أيضا هذه المدرجات تحمل ما يقرب من 900 إلى 1000 مشاهد يشاهدون الشاشة العملاقة المتواجدة في هذه هذا المكان، هذا المركز. وإن سمحت لي يعني آية، أثرت أن أصطحب معي أيضا ابني الصغير، وأصر أن يكون معه هذه الصافرة حتى يشجع أيضا ويشارك في التشجيع بالمنتخب المصري، ويشارك مع باقي جمهور المشاهدين تشجيع المنتخب المصري بكل حماسة. وهذا الأداء الذي أرضى أظن المشاهدين اليوم حتى اللحظة، بالرغم من أننا ما زلنا في التعادل السلبي فيما بيننا وبين منتخب الجنوب أفريقيا، ولكن بإذن الله أمل كبير نضعه على المنتخب المصري في الفوز بهذه المباراة. آية شكرا جزيلا لك، وعودة إليك مرة أخرى في الاستوديو. يعني أجواء حماسية أحمد نقلتها لنا من مركز شباب الجزيرة، زميلي أحمد رجب مراسل أكسترا نيوز. أنا بشكرك يا أحمد شكرا جزيلا على هذه الأجواء والتفاصيل التي نقلتها إلينا من المركز الأولمبي في المعادي. من المركز الأولمبي في المعادي ننتقل معكم إلى مركز شباب الجزيرة مع زميلي محمد بهاء. محمد تحياتي لك وإليك الكلمة. كل تحية لك يا آية وللسادة مشاهدي اكسترا نيوز من مركز شباب الجزيرة بمنطقة الزمالك بمحافظة القاهرة. هذا المركز هو اكبر مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية، وواحد من 2000 مركز شباب تابعين لوزارة الشباب والرياضة، بيعرضوا مباريات كأس الأمم الأفريقية النسخة 32 مصر 2019. المئات والآلاف حضروا إلى مركز شباب الجزيرة بمنطقة الزمالك ليشاهدوا المباراة الحاسمة المرتقبة بالطبع، والتي تجرى وقائعها الآن مع المنتخب المصري مع نظيره المنتخب الجنوب أفريقي. حالة من القلق والترقب من أداء من الجماهير المتواجدة هنا في مركز شباب الجزيرة، حيث أن المنتخب المصري لم يسجل أي أهداف حتى الآن، لكن هناك حالة من التفاؤل والثقة في أداء لاعبي المنتخب. البعض يقول أن اللاعبي المنتخب المصري يؤدون أداء أفضل من المباريات السابقة مع منتخبات زيمبابوي وكونغو وأوغندا خلال مراحل الدور الأول من المنافسة. مركز شباب الجزيرة استعد جيدا لاستقبال الجماهير في عدة أماكن مخصصة بشاشات عرض عملاقة بتعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية جميعها، ويعني العديد من الأسر المصرية شباب
شباب وكبار وسيدات حضروا الى مركز شباب الجزيره في اجواء كرنفاليه احتفاليه بالاعلام المصريه وقمصان المنتخب الحمراء وايضا الصفرات والابواق الافريقيه المشهوره. يعني خليني اقول في الاخير يعني تاريخ مواجهات المنتخب المصري مع نظيره المنتخب الجنوب افريقي، تقابلوا في 11 مواجهه فاز فيها المنتخب المصري 4 مرات وخسر في 6 مرات وتعادلوا في مره واحده، والكل بالطبع يامل والكل الامنيات والتوفيق والدعوات للمنتخب المصري وان يكون النصر هو حليف المنتخب المصري ويصعد الى الدور الثمانيه ليقابل منتخب نيجيريا. نعم يا يعني نتمنى ذلك. محمد بهاء زميلي حدثتنا من مركز شباب الجزيرة، أنا بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا على هذه الأجواء والتفاصيل التي نقلتها إلينا الآن من يعني وسط القاهرة. مشاهدين الكرام، نذهب معكم إلى صعيد مصر وتحديدا من محافظة سوهاج وزميلي أحمد الأفيوني. يا أحمد تحياتي لك، وما هي آخر الأخبار المتعلقة بالأجواء الحماسية في التشجيع، تشجيع منتخب مصر في صعيد مصر وتحديدا في محافظة سوهاج؟ نعم آية، ما زلت أتواجد في سوهاج وبالتحديد من داخل أحد الكافيهات وسط مدينة سوهاج. بالفعل يعني هناك يعني حالة من التفاؤل والفرحة وسط الجماهير، خاصة ب يعني المستوى الذي يعني لعب به المنتخب الوطني اليوم. الأجواء هنا في سوهاج يعني لم تختلف كثيرا عن باقي محافظات مصر، الكل هنا يتابع المباراة. يعني فوجدنا هنا في هذا المكان يعني تواجد كافة الفئات من داخل المجتمع السوهاجي، وجدنا المرأة وجدنا الرجال وجدنا الشباب والصغار يعني يشجعون المنتخب الوطني هنا. حتى الآن النتيجة يعني التعادل السلبي يعني خلاص يعني أوشك الشوط الأول على الانتهاء، وبهذه النتيجة يعني يبقى المنتخب الوطني يعني في الصدارة ما زال، ويعني الكل هنا يعني يتمنى صعود المنتخب الوطني لدور الثمانية. يعني حتى هذه اللحظة الكل كما تظهر الشاشة من خلفي يعني ينتظر يعني في الشوط الثاني ان يكون هناك يعني احراز اهداف للعديد من اللعيبه في الشوط الثاني. اذا يعني هذا كل ما لدي من سوهاج، واعود بك مره اخرى ايا للاستوديو. زميلي احمد الافيوني انا بشكرك شكرا جزيلا، وايضا الشكر موصول لزميلي ابراهيم عزت الذي حدثنا من استاد القاهره، وزميلي محمد بهاء الذي حدثنا من مركز شباب الجزيره، وايضا زميلي احمد رجب والذي حدثنا من المعادي تحديدا مركز الاولمبي، ووسط القاهره زميلي احمد عبد الرازق، واخيرا من صعيد مصر كان زميلي احمد الافيوني. بشكركم شكرا جزيلا زملائي مراسلي اكسترا نيوز في نقل الاجواء، اجواء مباراه مصر وجنوب افريقيا. ليس بعيدا عن كأس الأمم الأفريقية مشاهدينا، قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تكريم اسم بطل مصر الراحل الشهيد سطع النعماني نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور السابق، حيث حققت حلم نجله بدعوته لحضور مباراة منتخب مصر مع جنوب أفريقيا. حرصت الجماهير المصرية الموجودة في مدرجات استاد القاهرة لمؤازرة الفراعنة أمام جنوب أفريقيا على تخليد شهداء الوطن من الجيش والشرطة برفع لافتات تحمل أسماءهم وصورهم. من بين اللافتات التي رفعها الجماهير صور الشهيد أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة في شمال سيناء ورفقاء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن. حملت اللافتات عبارة لولا أنتم ما كنا هنا. تأهل المنتخب النيجيري إلى دور الثمانية بعد تغلبه على المنتخب الكاميروني حامل لقب كأس الأمم الأفريقية في نسختها الماضية، ومن المقرر أن ينتظر المنتخب النيجيري الفائز من لقاء مصر وجنوب أفريقيا. اختتم منتخب مدغشقر والكونغو الديمقراطية الاستعداد لمواجهة دور 16 لكأس الأمم الأفريقية غدا الأحد، وصعد منتخب مدغشقر إلى الدور 16 للمرة الأولى في تاريخها عقب تصدره المجموعة الثانية، لما تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.
اختتم منتخب الجزائر تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب غينيا في الدورة 16 لكأس الأمم الأفريقية غدا الأحد. وتأهل المنتخب الجزائري إلى الدورة 16 عقب تصدره المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، لما صعد المنتخب الغيني إلى الدور ذاته بعدما دل في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط. انتهت النشرة الرياضية مشاهدينا الكرام.